شعبة الزيوت بتقول يا جماعة حصل بالفعل انخفاض في سعر لتر زيت الطعام بالأسواق من 100 ل 80. ده معناها انه الانخفاض تقريبا حوالي 20%. خلينا ناخد معانا على التليفون الاستاذ السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ يوسف، اهلا بيك. كل سنه حضرتك طيب والساده المصريين كلهم بخير ان شاء الله، ورمضان كريم على حضرتك وعلى كل الناس يا رب، وعلى الامه العربيه كلها والاسلاميه. اخبار الزيت ايه يا فندم في الاسواق؟ والله يا فندم الاسواق كلها النهارده شعبه الزيوت وكل المصانع والمنتجين خدوا قرار بتخفيض اسعار الزيوت تقريبا من حوالي من 15 ل 25%. حلو. وده كان من الاخبار الجيده جدا، وحصل النهارده الساده المستهلكين على مستوى الجمهوريه، كل مواطن في معارض اهلا رمضان وكلنا واحد على مستوى الجمهوريه. عظيم. في اقبال كبير جدا 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 كان غير متوقع، وحقيقي لقينا فيه سعادة وفرحة في وجه المستهلكين على مستوى المعارض من خلال غرفة العمليات اللي عملها الشركات الزيوت، وإقبال الحمد لله وفي رضا بفضل ربنا يعني. الحمد لله والشكر لله. أصحابك يعني إيه، إحنا مقبلين على صيامين، يعني المسلمين هيبدأوا الصيام يوم الاثنين لشهر رمضان المبارك، واهالينا المسيحيين هيبداوا الصيام برضه يوم الاثنين بس الصيام الكبير، فالاقبال على الزيوت هيبقى مهول والطلب هيبقى عالي. احنا جاهزين يا استاذ يوسف الحمد لله. احب اطمن حضرتك واحب اطمن الساده المشاهدين ان جميع مصانع الزيوت على مستوى الجمهوريه عندهم كميات كبيره بالمواني، وفي كميات موجوده داخل المصانع ولدى السادة الموزعين، وعندنا كميات زيت بتكفينا أكتر من 3 شهور، يعني معناها بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله.